أبدت شركات صينية لصناعة السيارات جديتها لدراسة إقامة مصانع في السعودية في وقت لا تزال تجري 3 شركات سيارات آسيوية وأوروبية مفاوضات للاستثمار مع الجهات المحلية المعنية. وبحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية عن نائب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لقطاع السيارات المهندس عبد الله الزهراني، أن هناك مناقشات جرت مع شركات سيارات صينية للركاب والشاحنات والحافلات للاستثمار وإقامة مصانع لها في السعودية، وذلك مع مصانع أجزاء السيارات، خلال زيارة إذن كان ذلك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأخيرة إلى الصين.